انا اسالك لا. بالله عليك انت بحراره الظهر اليوم تقدر تطلع بالشارع؟ تقدر هسه مو انا وانت مثلا ممكن عندنا سياره وتبريد وغيرها، اكو ناس لا عندهم سياره يتنقل بيها، اكو ناس صح. كسبه يشتغل عماله تحت اشعه الشمس، هذا شلون ممكن يجيب رزقه وقوت العائلته؟ بس احنا ليش من ارشاداتنا نعطينا ارشاداتنا بس ارشاداتنا ما اقدر اطبقها على الكل، اعطيت ارشاداتنا والنصائح مالتنا ارشادات، مثلا انت ذروه الشمس مثلا ذروه الحراره تبدا مثلا من 10 صباحا الى 4 عصر، عدم الخروج او التعرض الى اشعه الشمس العموديه. أيوة هاي زين. المشكله اللي شغله مو هذا، ليش دا اقول لك يعني ليش دا اقول لك ارتداء القبعات المفروض لازم ارتدي قبعه مثل كبيره تغطي الراس والرقبه والاذن، البعض يخلي يمكن ما اعرف شو يسمون المرطبات هذه يخلوا على الواقي مال الوجه ومال اليدين. الرجال ما يخلي استاذ عمر اي مو انا اقول لك احنا من ضمنهن، بس الرجال ما يخلي زين. الرجال ما راح يخلي، من يخلي رجل مرور واقف بالشارع ابو البسطيه يخلي خمو بالبسطيه والنهار كله جوا الشمس، لو سايق الكيل وغيره يقدر يخلي هذا. فقلت لك اكو امور انا ما اقدر افرضها زين. خلال فتره النهار مثلا خلال فتره الظهيره اشوف يعني عدم الخروج الى الشارع لان هاي فتره حاره، فانا ما اقدر اجبر هذا الشخص، بس هي فتره الحراره تزامنت مع عيد الاضحى المبارك. فاحنا اكثر توجيهاتنا نقول عوائلنا اللي قام تطلع، فشوف انا حتى ترى باوع العاصمه بغداد خاليه من السيارات، خالي يعني حتى ناس قليلين بيها.